مساء الخير. مواقفها الحادة جعلت الناس أحياناً يبالغون في مدحها لتصل لسابع سماء، وأحياناً يبالغون بالهجوم عليها ليهبطوا بها لسابع أرض. في الحالتين تبدو بأعصاب باردة وترفض التعليق، وكأنها لا تفرح بالمدح ولا تتأثر بالنقد. ضيفتي الليلة النائب والكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. أنا عادة بحب أقول لها الأستاذة فريدة الشباشي، وبرضو كنت بقول لها إيه رأيك نقول الدكتورة فريدة. قالت لي بصي لو عاوزة الحوار يبقى حلو تقولي لي فريدة بس برضو بالبداية هقول لك أهلا وسهلا بأستاذة فريدة الشباشي، نورتينا. أهلا بك، رمضان شكرا. كريم. رمضان كريم علينا وعلى كل الأمة العربية كلها. يا رب يا رب دايما براحة البال والفرح اللي بنتمنيه. يا رب. رمضان عامل معاك زي السنة دي؟ بعتبر ان رمضان دايما شهر ممتاز يعني، وله خصائصه وله تقاليده وله كل حاجة خاصة برمضان احنا عارفين. صح. فانا بنتظره من السنة للسنة عشان كل الحاجات دي، وخصوصا لقاء الاصدقاء والاحباء. هنبتدي بيه على عماك، هو عنوان المحطة الاولى عندنا السنة دي الموجودة دي. هتختاري صندوق منهم وعلى عماك، يعني الأسئلة اللي موجودة داخل الصندوق زي ما هي تجاوبي عليها. ماشي. أوكي، يبقى حظك كده. لا مفيش مشكلة. يلا أي يعني. صندوق تختاري؟ اختاري الصندوق ده اللي جنبي. يلا نبتدي بالصندوق ده بمجموعة قافلينه النهاردة. فيه كنز. يلا. طيب، هل ممكن النقد يضايقك ويطير النوم من عينك لو حد قال لك اي نقد او انتقدك او أبداً. سمعت اي كلام أبداً. ولا بيخليك تفكري ويشغل بالك الموضوع ابدا؟ بالعكس، بحاول استفيد من النقد. حلو. اللي بيضايقني لما يكون في تشويه لكلامي، لما يكون في انتقاد غير حقيقي. حلو. يعني حاجه ما لهاش علاقه بيا خالص ويكون مقصود بيها فقط التجريح. فطبعا ما ببقاش سعيدة قوي انت عارفة معظم الناس بتخاف من نوعية البرامج دي او تطلع فيها، بتقولك لا فيها اسئلة ممكن تكون حادة وسبايسي، بس زي ما قلتي ممكن الناس تكون فهم الموضوع بطريقة خاطئة. طبعًا. او وصلتهم المعلومة بطريقة خاطئة. طبعًا. بمجرد انك تكوني موجودة معانا فحنوضح العديد من النقاط. انت قلتي ولا ممكن ارتدي الحجاب، صحيح انه انت قلت الكلام ده؟ لا ما قلتش كده ولا مره. قلت الكلام ده ولا ممكن ارتدي الحجاب؟ لا، ده كمان قالوا حتى لو اتحرقت بجزوتك. انا دي مش ثقافتي. لا ولا ممكن برضو حتى تقول التعبير ده يعني. لا انا بقول ان انا دارسه شريعه وانه الحجاب مش فرض، واللي عايزه تلبس حجاب هي حره، بس ما فيش حاجه اسمها ان حد يقول لك كله يلبس حجاب. لا، ده احنا مش في مدرسه. هو مش فرض الحجاب؟ لا مش فرض. عايزه اقول لك على الايه ومناقشتي مع شيخ الازهر الله يرحمه الشيخ طنطاوي، وعندي شهود. قال ازاي؟ لا فرض. قلت له ازاي؟ لا مش فرض. قال لي الايه اللي سوره النور. قلت له نصا كده يا مولانا، الشريعه الفاظ ولا مقاصد؟ قال لي لا مقاصد. قلت له طيب، يضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني هل ممكن نتخيل ان واحده في حاجه فوق شعرها وصدرها عريان؟ يعني لما ربنا يقول غطوا صدركم يعني عريان لازم تغطيه، فهل يعقل؟ قلت له اللي على راسها ده بحكم البيئه. قلت له بدليل يا مولانا هات لي رجل في الجزيره العربيه كلها مش حاطط حاجه على راسه، لان يعني الحر فظيع والشمس جامده قوي يعني. فقال لي بس الرسول قال يظهر من المرء هذا وهذا وهذا. قلت له ده حديث احد ملوش سند. فضحك، وحتى من كتر ما هو عظيم قال لي قد تكونين عند الله اقرب مني اليه. مش لا وانت كذا ولازم وكفرني مثلا، لا مفيش كده يعني. طيب عندي صوره عاوزه اشوفها انا وانت. ماشي. اوكي. ده حجاب؟ ده حجاب؟ ده ما اعرفش تسموه ايه، بس غطاء للراس يعني، سميه حجاب سميه زي ما انت عايزه.
بس انا يعني بالنسبه لي انا مش هعمل كده. كان عندك اعتراض برضو على طريقه وضع الحجاب مؤخرا، شفتي بعض البنات بيلبسوه بطريقه زي يمكن الاتراك الى حد ما، زي مرات اردوغان. صح، زي مرات اردوغان. صح. طيب يعني مش عايزين ازعل، ده احنا كان كله بيبص يشوف المصريين بيلبسوا ايه ويلبسوا زيهم، وبقى خلاص يعني واحده عندها مثلا 100 سنه برضو عاملاه كده، يعني مش معقول. يبقى ده مش مقصود بيه بقى اي حاجه غير انها تبقى مظهر لحاجه يعني. طب انت برضو كان عندك مشروع وذكرتي من قبل شهور على ما اعتقد لحظر النقاب في مصر، صح؟ انا حصل في المشروع ده؟ لسه ما حصلش، يعني لسه بنتكلم فيه، لانه هقول لك ليه. ليه؟ انا مره واحده كنت مع الله يرحمه وائل الابراشي، وهي كانت معايا في برنامج يعني، وقالت لي حقي، انا حقي ان انا قلبي. قلت لها حقك انك تتخفي، تخفي ملامحك، يعني فين حقي انا اعرف مين اللي جنبي؟ مش برضو ده حقي؟ واحنا شفنا ان مرشد الاخوان الكبير قوي ده طلع من رابعه بالنقاب، يعني مش حاجه جديده. والنقاب ما فيش بلد في الدنيا ممكن تقبل النقاب، يعني ده حتى في دول دلوقتي بتتخلص من كل الحاجات دي. طب برايك هل هناك بعض الثوابت في الدين لا يمكن الاقتراب منها، ولا كله قابل للجدل وللاثاره وللنقاش؟ لا يعني في حاجات مثلا ان ربنا اله واحد، دي ما فيش مناقشه فيها، ما عندناش، ما فيش حد يقدر يقول لي حاجه تانية. مثلا ان القتل حرام، مثلا ان السرقه حرام، ان الرشوه حرام، ان الاغتياب حرام، تغتابي حد مثلا، دي يعني ده حرام، يعني اللي يقتل ده انا ضد ان انا اقول اصله كذا واصله عنده مش عارف ايه، ولا يعني ده يتعاقب على طول. طيب قولي لي، حد زيك كان عنده ثوابت معينه بالحياه والدنيا وقدر يغيرها، صح؟ غيرت من دين الى دين اخر. نعم. والناس تقبلت هذا الامر وبالعكس شجعتك عليه. هل عندك مشكلة تتقبل التغيرات اللي بتحصل عند الآخرين؟ أنا حرة ألبس الحجاب، أنا حرة أتنقب، وأنا حرفض المشروع اللي أنت بتعمليه واللي أنت بتطلقيه. ماشي، أنا مع الحرية الكاملة. أنا ضد أي حد عايز يفرض رأيه. أنا عمري ما عنديش حتى أي وسائل أفرض بيها رأيي، يعني مش عايز أفرض رأيي على حد. عمر ما حد عرف إلا لما جيت استخدمها في الدفاع عن بلدي، لان الله يرحمه الرئيس مبارك كان قال انا حريص على عنصري الامه، فانا كتبت له مقال اسمه بل عنصر واحد، وعملت فيه حاجات كتير يعني طويله مش مجالها نقولها، بس قلت له في الاخر بدليل انا صبيه مصريه مسيحيه نزلت في 56 الظاهر ضد العدوان الثلاثي، وانا شابه مصريه مسلمة نزلت أتظاهر في 67 ضد العدوان الإسرائيلي. في الحالتين أنا فريدة. أنا هقول لك ليه؟ لأنه أنا في أسئلة اجتماعية كتير بتدور في دماغي، يعني زي إيه؟ زي العدالة الاجتماعية، ودي أهم حاجة بالنسبة لي، لأن أنا مش شوباشي. شوباشي ده اسم جوزي. أنا أبوي عامل، وكنا يعني عائلة متواضعة، صح؟ جدا جدا. فاللي عايز أقوله لك إنه الفكرة إنه أنا العدالة الاجتماعية بالنسبة لي من أكتر الميزات ومن أكتر الصفات العظيمة اللي بتخليني أحب حب غير طبيعي لجمال عبد الناصر. حتى مرة كتبت وقلت إن ده عمر بن الخطاب العصر الحديث. صح. فأنا لما كنت بدرس الشريعة أنا ما كنتش مهتم قوي إن يعني أتبحر في حاجة يعني. فلما وأنا بدرس الشريعة حسيت إن عمر بن الخطاب طلع لي من الكتاب وقال لي تعالي. من حسه للعدالة، يعني أنا ما شفتش لغاية دلوقتي، ما شفتش شخصية ولا مؤرخ ولا كاتب ولا مش عارف إيه ولا 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 عنده حس العدالة زي عمر بن الخطاب. فده اللي جنني بقى. هو اللي قالك تعالي وحطك في السكة دي. طيب لو عاوزة تفتكري المرحلة دي تحديدا ويعرفوا أهلك بالموضوع وأول مرة تقولي لهم الخبر، أول صورة تيجي هيك قدامك صورة إيه لما قلت لأهلك الموضوع ده؟ شوفي، كل أنا ما قلتش لأهلي، أنا قلتها في جورنال. لا، قلتها في المصري اليوم، والله العظيم. أهلك ما كانوش عارفين؟ محدش كان عارف في مصر كلها. ولذلك جماعة الشر
كانوا يقولوا أسلمت عشان عيون علي الشباشي ده بعدها بخمسين سنة اللي كشفت عن الموضوع عشان فلوس علي الشباشي، كلام يعني بالحقيقة لا يليق يعني كأنه كمان الإسلام ده حاجة ما حدش يدخلها. لا، في ناس بتسلم عن اقتناع يعني، بس أنا ما بعرفش أهادن بقى يعني أنا أخذ الموقف زي ما أنا حساه وبعدين اللي يحصل يحصل. وحصلت قطيعة كثير كبيرة صح؟ حصلت بينك وبين أهلك. طب مامتك ما بتوحشك؟ لا، هي مامتي كانت بتشوفني. كانت العلاقة كويسة أنت ومامتك؟ لأني أنا بعتبر دي حاجة بيني وبين ربنا وأنا ما بحبش. ما كنتش خايفة من ردة الفعل أكتر؟ لا يعني؟ لا لا، لأن أولا ما كنتش خايفة، ثانيا ما كنتش حاضر أقول أنا عملت كذا وكذا وكذا. علاقتك مع والدتك كانت كويسة يعني كويسة. مع مين كانت العداوة أكتر؟ يعني أكتر مع أخواتي. سؤال أخير في الحتة دي، لو شفتي أبناء أخواتك في الشارع هتعرفيهم؟ مش كلهم، مش كلهم، لأنه طب هما يعني على فكرة يعني هما في فترة من الفترات رغم كل حاجة ورغم الوضع اللي أنا فيه كله، بس ما حدش كان يعرف حكاية الإسلام. كانوا لما بيعوزوا حاجة ببقى يعني زي ما أقول لهم من عناية مثلا وبتاع. وقبل بقى القطيعة الكبيرة دي يعني قبل ما يبقى يعني ما كانوش منتظرين مني بقى حاجة يعني، كل واحد قدر يقف على رجليه بمساعدتي وقدر يبقى عنده مجال ومشروع وكله برضو خلص. بمساعدتك؟ نعم بمساعدتك. أيوة أيوة بمساعدتي. فيعني معلش ربنا يفتح على الجميع ويهدي الجميع يعني. طب لو حتوجهي لهم الليلة رسالة عتاب؟ لا مش عايزة عاتب. طب تقولي لهم ايه رسالة؟ اقول لهم انتوا احرار يعني، كويس انكم عملتوا كده وانا يعني اتشال من عليا عيب. لا انا شوفي انا دايما اقول انا بحب قوي الغنوة بتاعت محمد فوزي، اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. نحن عنا الكثير من الامور نتذكرها مش حننساها بعد الوقفة الاعلانية مع فريدة الشباشي. نستكمل حلقتنا لهذه الليلة مع فريدة الشباشي وننتقل إلى القسم الثاني وهو فوق وتحت. اسم البرنامج إيه؟ سبع سما. بالضبط. فإحنا عندنا شخصيات، هتشاوري لي بأصبعك كده لفوق طلعي هالسبع سما. يا إما لو مش عندك سبع أرض. برافو عليك. ماشي، نبتدي بالشخصية الأولى اللي معنا، خلينا نشوف. واحد حامد فوق. فوق قوي. اذكري لي موقف مش قادرة تنسينه. عمري ما حنسى انه هو كان في منتهى الشجاعة، كان في منتهى الوطنية، بانه كان بيكشف العوار بتاع اللي في اي حتة يعني. وكان مرة عندنا في باريس لما كنا، كان لسه اتشهر بس مش قوي يعني، فبصلي كده وقال لي فريدة على فكرة الفترة اللي جاية بتاعتي. وطلع مظبوط. اه والله. وكان دايما كنت بكلمه وحاسه بحنين يعني انه ده من الناس اللي حزنت عليهم قوي يعني. طيب اللي بعده، ابراهيم عيسى فوق ولا تحت؟ شاوري اللي بسمعك. اخذتيه على النص؟ ليه بقى؟ لانه ساعات بلاقيه بيتكلم كويس وساعات بلاقيه بيتكلم برفض تماما الكلام. امتى بتدي ده؟ امتى بتقولي له؟ ببقى ده لما يبقى بيقول حاجات يعني، مثلا هو مرة أنا كتبت له يعني حتى قال إنه يعني إيه الصناعة، يعني الصناعة إيه؟ الصناعة أنت بتدفع جنيه بيجي لك جنيه أو حاجة كده يعني، لكن السياحة بتدفع جنيه بيجي لك 10. تمام؟ فقلت له السياحة دي ممكن في أي وقت تقف، يبقى ما عندناش حاجة. الصناعة أنا مؤمنة بكلمة قالها جمال عبد الناصر، من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره. صح. فهو عنده حالة بقى من حكاية الحاجات اللي على طول يعني السياحه مثلا. طب اوكي، والسياحه اهي وقفت لو ما كانش عندنا صناعه ولو ما كانش السيسي دي اللي بتامن لك الاستمراريه. نعم؟ دي اللي بتامن الاستمراريه. طبعا طبعا. وبعدين بقى في حاجات مثلا يعني طريقه مش انتقاده، انا بلاقيها نوع من التجريح في جمال عبد الناصر يعني. يعني
مؤخرا كده بيقول حاجات بنفر منها الحقيقه يعني. بس يعني ما اقدرش انكر ان هو كان ليه مواقف شجاعه وكده يعني. بمسيرته يعني تعطي نص. الشخصيه اللي بعدها دكتور احمد كريمه. عمري ما فهمته برضو كده، لانه برضو ساعات بحس بارائه هايله وساعات بحس بارائه يعني ما بقول. امتى حسيتي ارائه بتنزله لتحت؟ يعني زي مثلا حكايه ضرب المراه، حكايه يعني في حاجات كده مش فاكراها الوقت. عدم اعلام الزوجه مثلا، بعدم اعلام الزوج لزوجته مثلا بجوازه. يعني في حاجات من الناحيه الاجتماعيه مش متفقه معاه فيها. طب مش فاكراها كلها يعني. ما الكد والسعايه برضو من الحاجات اللي اتكلم فيها. الايه؟ حق الست بالكد والسعايه. ايوه. لا يعني شوفي، هو من الناس اللي عندهم شويه يعني فكر انا لا اتفق معاه. انا رايي ان ربنا قال خلق الانسان. الانسان يعني الست انسان والراجل انسان. والمراه هي اللي ربت الجيل اللي طلع في 30 يونيو وحمى مصر. والمراه عندنا كانت ملكه من 5000 سنه. ما جيش انا بقى اطبق أنظمة يعني هي نفسها الأنظمة دي دلوقتي بتتراجع وعايزة تفك تشيل الحاجات القديمة يعني القديمة. أو تعديلها أو بالزبط. تعديلها بشكل يتناسب مع العصر الجديد يعني بالزبط. ده اللي بتقصدي. أوكي. الشخصية التالية نبيه الوحش. يا لهوي، خرقت الترابيزة. ده من الناس اللي قالوا عليا كمان لا علاقة له بالحقيقة. هو ده قال ايه؟ ده من ضمن يعني كلام بعتبره يعني نوع من الهذيان يعني. ان انا اسلمت عشان احارب الاسلام، وهو كان يعرف ان انا اسلمت. يعني انا اسلمت سنة 63، كنت عارفة ان انا هعيش ل 2010 عشان احارب الاسلام. يعني راجل ما وقال حاجات تانية يعني كمان يعني. يعني اتواجهته شخصيا؟ شفتيه شخصيا؟ لا ما افتكرش اني شفته شخصيا. لو عاوزه توجهي له رساله النهارده تقولي له ايه؟ عايزه اقول له اتقي الله بس. تمام. اللي بعده فريد الديب. ما عنديش اي حكم عليه كده برضه. بالنص. راجل فحل في القانون، بس القضايا اللي كان بيدافع عنها ما كنتش بتفق معاه فيها كلها. ايه اكتر قضيه استفزتك؟ اكتر قضيه استفزتني، انت عارفه انا اصلي بعد الكورونا ما بقتش افتكر اسماء يعني. لا في حاجات استفزتني. لما دافع عن الجاسوس الاسرائيلي عزام مثلا. دي في رايي كارثه يعني. يعني حاجات من النوع ده يعني. بس تمام. ده هو كراجل قانوني يعني. تمام. اللي بعده عمرو اديب. فكرتي بس قبل. فكرت. ليه فكرتي؟ لانه برضو يعني ساعات، وهو على فكره هو عارف ان انا كنت بتخانق معاه على حكايه عبد الناصر دي. فحتى لما قال ان ابويا كان بيشتمني عشان ابويا ناصري، فكتبت له رساله كده على الواتس قلت له يعيش ابوك. بس هو يعني انسان ظريف واعلامي يعني اعلامي. طب انت اي حد ما بيتفقش مع عبد الناصر او رايه ما بيوافق رايك خلاص عليه فيتو؟ خلاص. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ هعرف انا بس بالفاصل الاخير. طيب. وهقول لك بعدها ليه. ماشي. يلا الشخصيه اللي بعدها عمرو موسى. عمرو موسى كان رئيس الجامعه العربيه لما قال سمح للاطلنطي يضرب ليبيا. ده ايه التصريح؟ لن انساها له دي. لن انساها له. يعني ما عنديش. بصي انا انت ضايقك انه قال انه عبد الناصر كان بيجيب اكله من بره مثلا؟ مثلا تخيلي. ما انا قلت له مره وهو على الهوا مع محمد خير. قلت له يعني انت عايز تقول لنا بعد 50 سنه من موت عبد الناصر ان انت كنت بتروح تجيب له اكل من بره؟ ده كان لما بيروح بره كان بياخد معاه علبه جبنه بيضه. والله العظيم. ولذلك انا بقول الجبنه البيضه دي بتحصل من اي انحراف، لان مين يقدر يمنع عنك الجبنه البيضه؟ تمام ولا لا؟ تمام. بس انا حكايه ليبيا اللي لا انساها له اللي هي العلامة. وبعدين التحالف بتاعه مع الجماعه
اللي جم في الحكم السنة السوداء دي برضو يعني كان برضو ظريف معهم قوي يعني. يعني من الأشياء اللي خلتنا نشير فيه لتحت لسابع أرض. الشخصية الأخيرة معنا برضو نادية الجندي، تحت ولا فوق؟ كده، لأن أنا أنت زعلت منها فترة صح؟ زعلت منها ليه؟ لا هي برضو كمان ردت عليك، اعتبرت أنه في إساءة للشيخ الشعراوي واللي أنت شوفي كل دول أنا بالنسبة لي ما بيمثلوش حاجة. هي نادية الجندي يعني هي ما تمثلش حاجة؟ لا ما بتمثليش حاجة. وانا دي ناديه الجندي حاجه عظيمه جدا، زي مثلا في ممثلين كتير كده. انا عمري ما شفت فيلم بحاله لناديه الجندي، عمري. ليه؟ ما بحبش. بتملي يعني؟ مش بمل يعني، ما بتجذبنيش، بس هي ليها جمهورها ما فيش كلام. لكن انها تبقى هي النجمه العظيمه البتاع، لا مش يعني. امال سعاد حسني ايه بقى؟ سعاد حسني ايه؟ بس برضه يا نادية فينا نقول تاريخها من الاعمال الفنيه زي ايه كده مثلا؟ زي ايه؟ مليون فيلم بدنا نذكرهم. لا بس هي ده بغض النظر انت بتحبيها ولا لا؟ لا ما بحبهاش كممثله، ما بحبهاش. وعلى المستوى الفكر الرأي في هي عندها فكر ورأي وبتاع. يا لهوي كله ده بالنص، ده انت نزلتيها مش سبع ارض تسع ارض. معلش يلا انا بقول بالنص عشان فنانه برضه وليها جمهور وكده. تمام، فاصل ونعود. نصل إلى سابع سماء هالمرة بالفعل، لأنه حأطلع أنا وإنت إلى سابع سماء وحنشوف مين في بانتظارنا فوق. مستعدة؟ مستعدة. يلا خلينا نشوف مع بعض، حنشوف مين في سابع سماء. ده أعظم شخصية وأعظم زعيم من ساعة عمر بن الخطاب. ليه الحب ده كله؟ الحب ده كله لأنه كان بيقول بيرد على الناس اللي بتتكلم، وإنه والفقراء بقى معلش يعني يتعذبوا. قال لهم الفقراء، بتقول الفقراء ليهم نصيب في الآخرة في الجنة. طب ما ينفعش الفقراء يبقى لهم نصيب ولو صغير في الدنيا، ينفع كنتوا في الآخرة. في أجمل من كده؟ في أجمل من كده؟ إنه خلانا نحس بكرامتنا، خلانا أنا شخصيا يعني كنت بصلح الحذاء بتاعي 3 مرات مثلا في السنة يعني، وألبسه هو يعني. بعد عبد الناصر انا اشتغلت وكسبت وبقيت يعني عندي شخصيتي وعندي استقلالي، وحاسه بان انا عمري ما انسى لما لغى الالقاب. امي زغرتت امي لسه في وداني لغايه دلوقتي. الاحساس بانك انت يعني متساويه، مفيش باشا ولا بيه ولا مش عارف ايه يبقى احسن منك. لا انا مواطنه وهو مواطن، وهو كان ده كان فعلا كنا عايشين كده يعني. كان فعلا كده. وبعدين حقوق العمال والفلاحين، يعني في ناس يقول لك لا ازاي ياخد ويدي للفلاحين؟ انت عندك 10,000 فدان ولا 1,000 فدان ولا 500 فدان، هتعمل ايه؟ يعني واحد تاني ما عندوش حاجه يزرعها ولا يعملها. انا شفت الفلاحين. انا كان جدي من اعيان التبين، كنت بروح عنده كنت بشوف البؤس بتاع الفلاحين اللي الناس دلوقتي بتقول الملك وايام الملك وبتاع، يعني حاجه مسخره يعني. لا هو اللي جه، واللي كان لما رحت فرنسا ما سبتش كلمة اتكتبت عليه ما قريتهاش. يعني راجل بلا رذيلة، يعني راجل عظيم، راجل يعني كل الصفات الجميلة فيه. لا عرفوا يلاقوا حساب مثلا في بنك، ولا عرفوا يلاقوا علاقة مريبة، ولا عرفوا يعني رمز النقاء. طب قولي لي لو بيمشي دلوقتي عبد الناصر بشوارع القاهرة تحديدا، برأيك حيكون عم بيقول في سره ايه؟ يبص كده على الناس على البيوت، برأيك هو حيكون ايه شعوره ايه؟ حيقول برافو يا سيسي ببساطة يعني. شوفي السيسي لما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، أنا كتبت مقال قلت بعد الجملة دي نعم السيسي رئيسي. بس انا مش عايزه حاجه غير بلدي، انا مش عايزه
انا الوقت فايت ال 80 زي ما اعترفت لك قبل كده يعني. العمر اسمه لا، فانا مش عايزه حاجه. انا بقول بلدي بلدي النهارده في ايدين امينه زي ما كانت ايام العظيم ده في ايدين امينه. ان انا رايي ان عبد الناصر كان نموذج وطني محترم وعروبي محترم. شوف انت لما كان بيروح اي عاصمه عربيه كان بيستقبل ازاي يعني. ايه الورث اللي سابه لنا؟ ساب لنا الاحساس بالكرامه. ولذلك انا لما الرئيس السيسي قال حياه كريمه، انا حسيت ان انا رجعت الايام حلوه. يعني مش رجعت لورا، بالعكس بتقدم كمان بس بافكار حلوه. ما فيش اي موروثات سلبيه؟ كل الموروثات اللي من نص السبعينات سلبيه. بس بنرجع دلوقتي زي ما انا برضو قلت ان السيسي بيعيد مصر لمكانها ومكانتها. طيب لو هتوجهي له رساله اخيره النهارده تقولي له مين؟ لعبد الناصر طبعا. هقول له مكتوب على قلوبنا عبد الناصر محبوبنا، ومكتوب على سلاحنا عبد الناصر كفاحنا. عبد الناصر حبيب الشعب، عبد الناصر حبيبنا، وانت الغائب الحاضر، عمر ما هننساك والعمر ما هتغيب عن ضمائرنا كلنا. يعني ده مش بس حبيب شعب، يا رمز العداله، حبيبك بالقلب قد كده. طيب فريدة شباشي، خلصت سابع سما وخلصت حلقتنا معاك الليلة. بحب جرأتك جدا، شكرا لك فريدة شباشي. شكرا. نورتيني. شكرا في سابع سما، على أمل لقاء مجددا إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة. شكرا لكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة جديدة. إلى اللقاء.